أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا صاحب مكتب استقدام للعمالة الأجنبية. أنا صاحب مكتب استقدام للعمالة الأجنبية، هل يجوز لي أن أستخدم عمالة كافرة لهذه البلاد أم أتوقف على استعمال العمالة المسلمة فقط؟ نعم، هذا هو الواجب، أنك تقتصر على العمالة المسلمة وفيها الكفاية إن شاء الله. نعم، ولا تستخدم العمالة الكافرة لأنها تحمل معها الشرور، تحمل معها الدعوة إلى الكفر، تحمل معها السحر، تحمل معها العداوة للمسلمين. فمهما أمكن أنك تستقدم من المسلمين استقدم من المسلمين. نعم.